إلى سهرات إكسبو الغنائية، حيث جاءت فرقة ياماتو من ساحات بلاد الشمس المشرقة في اليابان إلى إكسبو 2020 دبي، وقدمت الفرقة اليابانية عرضا موسيقيا حماسيا أمام جمهور الحدث الدولي، حاملة طبولها ذات الإرث الطويل التايكو لاستحضار إيقاعات عريقة يمتد عمرها لأكثر من 400 سنة في اليابان. الحفل أعطى مثالا نموذجيا عن اللون الحماسي من الأنغام التي تحتفي بها الثقافة اليابانية، وضخ في الأجواء كما كبيرا من الطاقة الإيجابية.